ديستريبيوشنز هاي ديستريبيوشن ريجنال اناتومي مش الجروس اناتومي. واخترنا بعد كده البرين. اول ما هنفتح هيبقى المنظر ده، او لو ما اتظهرش معانا الاول هنبقى فاتحين رقم واحد، ده البروجكت رقم واحد. اول حاجه المفروض نتكلم عليها مع الطلبه تقسيمه السينس اللي بين السينس سريبرام سريبرام بوستيريور والبرين ستيم انتيريور. لو الطالب عايز يتخيل مكان البرين شكله عامل ازاي جوه السكان هنحرك المسطره دي تظهر الاي بول زي هنا السكان. نشيل السكان بالراحه، هنا ده مكان البرين جوه السكان قدام بعض. نشيل بقى كده الاي بول. تاني حاجه نتكلم عليها المين سلكاي اللي موجوده في السريبرم. المين سلكاي او سلكس اللي هو يبقى كونتينوس سلكس، يبقى ده السنترال سلكس. في سلكس بالعرض ده هو اللاترال سلكس، وسلكس مني اللي موجود على الميديال سيرفيس الحته الصغيره على اللاترال سيرفيس هو ده البرايتو سنترال سلكس. نتكلم عن اللوبس بعد كده. فرونت لوب ده السنترال سلكس، برايتو لوب ده السنترال سلكس والبرايتو اوكسيبيتال، تمبرال لوب تحت اللاترال سلكس. في الفيو دي هنشوف السيريبيلم ورا وهنشوف البرين ستيم باجزاء والاتشمنت بتاع الكرينيال نيرفز. البرين ستيم اجزاء من برين، بعد كده بونز والميدال. فيتشرز الموجودة في الانتيريو سيرفيس، الميد برين من قدام الحته دي اسمها سيريبرال بيدانكلز او كراس سيريبراي، جزء السلكس بازلرز بتاع البازل الارتري، وهنا البيراميد والاوليف والانفيرو سيريبرال بيدانكل اللي موجودين في الميدال من قدام. هنتكلموا برضه على التاتش بتاع الكرينيال نيرفز. احنا دلوقتي عندنا الاوبتيك نيرف والاوبتيك كلازما والاوبتيك تراكت. الترايجيمينال نيرف وهو ماسك في من نص البونز وبعد كده راح للترايجيمينال جانجليون. ومن الترايجيمينال جانجليون طلع الثلاثه ديفيجنز بتوع الترايجيمينال نيرف الاوسالميك، اصغر واحد فيهم الماكزيلري ميديوم سايزد والمانديبولر لارجست. في حته السيريبيلومونتاين انجل في الحته بتاعت الفيشيال والفيستيبلو كوكليير. بعد كده بين البيراميد والاوليف في الهايبوجلوسال نيرف، و9 و10 و11 اللي هو ماسكين بعد كده بين الاوليف والانفيرو سيريبيلر بيدانكل. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عليها بعد كده هناخد سيجيتال سيكشن هنا من المشرط عشان نبين الميديال سيرفيس. ادي سيجيتال سيكشن. الاجزاء الرئيسيه في سيجيتال سيكشن اجزاء الكوربوس كالوزوم من اول قدام الروستروم والجينوم والبادي والسبلينيوم. تحت الكوربوس كالوزوم الجزء الابيض ده الفورنكس، وهنا السالاموس واللاترال فيندريكل او اللاترال فيندريكل اللاترال اللي هو هيبقى فيه الكوديت نيرفز. بين السيريبيلم شكل الفوليا بتاعت السيريبيلم والبرين ستيم. وهنا ادي نون ليفت فيو كده عشان الناس تشوف ده فرام. ممكن نرجع تاني وناخد هوريزونتال سيكشن. نشتغل في مكتورين هوريزونتال سيكشن تاني. هنا في الهوريزونتال سيكشن لما انا اخدته بالتراضي هو هيبتدي يقطع هوريزونتال سيكشن من تحت لفوق. طب لو انا عايز من فوق لتحت بعمل الروتيشن. تاني الروتيشن هنا كده بغير، انا عايز الهوريزونتال من فوق لتحت ولا من تحت لفوق. ادي منظر الهوريزونتال سيكشن. طبعا برضه بحرك بالمسطره دي في السكيشن بتاعتي سواء ساجيتال او سواء هوريزونتال. هنا في الهوريزونتال سيكشن هقدر اوري الطالب اجزاء الكوربوس كالوزوم. هنا الحته الجينو بتاعت الكوربوس كالوزوم، هنا الهيد اوف كوديت نيوكليوس، لينتي فورم نيوكليوس، سالاموس، واللي عامله زي حرف الفي دي الانترنال كابسول. وهنا الكلوسترال كمان باين. السكند بروجكت عندنا نفتح من رقم 2، عندنا رقم 2 هنا خدنا في السكشن ده باين في البرين ستيم ومعاه كل الاستراكشرز الموجوده في منطقه الانترميدانكلور فوسا والداينسيفيرال. هنطلع لفوق كمان شويه هيبان هنا كده، ده منظر الكوربوس كالوزوم. هنا بالمسطره بنتحرك بره عايزين نطلع لفوق او ننزل لتحت براحتنا. اوكي يعني احنا كده جبناه توب فيو وبالمسطره بنتحرك. جبنا كده الكوربوس كالوزوم، احنا كده من فوق ومن ورا باجزاء الكوربوس كالوزوم. لو انا عايز اشيله عشان اشوف حاجه بتحسين انا ممكن افتح واعمل هايد واضغط عليه
هو نفسه هيختفي، ابتدي اشوف الاجزاء اللي تحتي حته هنا الانتنا الكبسوله طالعه الكرومباليطه والبيضة، حته الكوريد نيوكليس ده كوما شيت والسالاموس مغطي بالكلوسترام. طب انا عايز اشيل الكلوسترام كده اشيل هنا دي الحته بتاعت الانتيفورم نيوكليس بتاعت البيزل جانجليا من الكوريد نيوكليس. انتيفورم بوتامين دي الانتيفورم تمام، يبقى السالاموس لسه تحتيها. بعد بقى جوه يبقى لما نشيل واحده واحده كده نشيل انتيفورم ده كده انترنال كبسول تمام، هنا ده الحته بتاعت الجلوبوس باليدس يبقى السالاموس. هنا ممكن اشيل كمان الجزء ده، الجزء من اللاترال فنتريكل هنا دي الكوديت نيوكليس كوما شيت ده الهيد بتاعتها والبودي والتيل وتنتهي بالاميجدلا، ويبقى اللاترال دي هنا في الهيبوكامبس.